بعد اتصال المواطن رامي قانسو من بلدة كفرتبنيت في النبطية بقناة الجديد لإعلامنا بسقوط حيوان ابن آوى من النوع الذهبي في حفرة بئر قديمة، تواصلت القناة مع جمعية الجنوبيون الخضر فتحركت بسرعة ونجحت في انتشال الحيوان من الحفرة وإعادته إلى البرية بإشراف الناشط علي طحان. وعندنا هون الأخ علي نزل عباب الكيس وشلناه، هيو محطوط بالكيس عم نشيله هلا. بنقدم تحياتنا لقناة الجديد للي هي ساعدتنا وهي ساهمت بهذا الموضوع. شو اسمها؟